حصل شيء متراي بالوضع. شكلت هذا الفريق في مدينة رفح حتى نكون يعني رمز للقضية الفلسطينية ورمز للاجئين اللي هاجروا من بلادنا اللي هنا طردوا. راح نكون يعني ان شاء الله لهم يعني رفعة لما نطلع لبرا ان شاء الله في المستقبل ونمثل فلسطين ان شاء الله في الاتحاد الاسيوي او الاتحاد الاوروبي. احنا فريق من 6 لاعبين اغلبنا فقدوا اقدامهم في مسارات العودة وفي منهم فقدوا اقدامهم في الحرب. جماعة هذا الفريق كونها فكرة دراجات هوية، كونها فكرة انك تطلع تهاوي اللعبة وتركب الدراجة وتصل مشاويرك بكل اريحية. يعني الان احنا بنعاني شوية في المواصلات، الان الدراجة بتريحك وبتوصلك لوين ما بدك. الشباب حبوا الفكرة في الاول وحببتهم في الفكرة انه اكتر انه راح نمثل فلسطين قدام، اسس لهم هدف واسس لهم حلم. الان صار الشباب كلهم عندهم هدف انهم يطلعوا مثلوا فلسطين برا. كثير بقابلنا صعوبات في التدريبات كون ما لناش شارع خاص نتدرب فيه، كون انه يعني نتجمع بصعوبه لانه بنتنقل مواصلات للمكان هذا نتدرب فيه، وتواجهنا صعوبات في قطع الغيارات البسكليت. يعني الان بنعاني شويه من الامور هذه، لكن ان شاء الله راح نكملها اللي هو زي الدراج والامور هذه شويه صعوبات احنا بنقابلها كلاعبين. طبيعه الحال اطراف صناعيه نحتاج للدراجه يكون مخصص للطرف، مخصص للدراجه هذه. فهي يعني صعوباتنا احنا من قبلها كلاعبين حتى نتوازن بشكل صحيح على الدراجه، لما نكون في طرف ملائم للملائم لركوب الدراجه. يعني الدراجه ما بتركبها او احنا اللاعبين بنركبها بننسى اسمها حاجه بتر، وهيك بنحس حالنا في المجتمع يعني اسوياء، ما ان فقدنا شيء. الدراجه يعني بالنسبه لنا رفيقه الروح، رفيقه القلب. يعني من لما نركبها بنحس حالنا يعني ايش اقول لك، يعني شعور صراحه روعة.